تركيا تستعرض أحدث قدراتها الدفاعية، وروسيا تكشف عن صاروخ بقدرات مخيفة. ما القصة؟ تمثل الصواريخ أحد أخطر أسلحة الأسطول الروسي، ويشمل ذلك أنظمة الصواريخ المضادة لسفن مثل موسكيت MVA المزود بصواريخ مجنحة مضادة لسفن من طراز 3M و 80MVA، والمصمم لتدمير أنواع مختلفة من السفن، تشمل السفن الضخمة وسفن النقل وسفن البرمائية الهجومية وقصف التشكيلات البحرية. وتستطيع هذه الصواريخ الوصول إلى أهدافها في ظروف التشويش الراداري الشديدة وظروف الحرب المتشابكة. وبالحديث عن المواصفات الفيزيائية والفنية للصاروخ، يبلغ أقصى مدى له على ارتفاعات منخفضة 140 كيلومتر، وأقصى مدى على ارتفاعات عالية 240 كيلومتر، وأقل مدى استهداف 12 كيلومتر، والسرعة على ارتفاعات منخفضة 2800 كيلومتر في الساعة، وزمن الإعداد للإطلاق من 11 إلى 50 ثانية. وزن الصاروخ عند الإطلاق 4.4 طن، ووزن الرأس الحربي 300 كيلوغرام، وطول الصاروخ 9.7 متر، وعرض زعانف الصاروخ 2.1 متر. على صعيد آخر، تستعد شركة ريبكون التركية وشركتها الفرعية ريبكون ديفنس للصناعات الدفاعية لعرض منتجاتهما في معرض أذربيجان الدولي الخامس للدفاع أديكس 2024، المقرر انطلاقه اليوم ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري في مركز باكو للمعارض. وينظم معرض أذربيجان الدولي للصناعات الدفاعية مرة كل عامين، ويعتبر أحد أهم المعارض الدفاعية في منطقة جنوب القوقاز وآسيا الوسطى. يهدف المعرض إلى جمع أكبر الشركات المصنعة والمطورة في العالم في مجال المعدات الدفاعية مع العديد من كبار المسؤولين العسكريين مثل وزراء الدفاع ورؤساء أركان الدول. ويعد هذا الحدث فرصة كبيرة لعرض القوة الصناعية العسكرية لأذربيجان والشركات العالمية، وتعزيز التواصل البناء وتبادل الخبرات بين الخبراء المحليين والدوليين في المجال العسكري.